فتح تحقيق سنفتح التحقيق ان شاء الله سنة نفتح، ولكن ثاني شوف الجهه الاخرى هما ما مشاوش باش يكرموا زعيم حشومه تقول هذا انا توز وطنيين خلينا الرساله وخصك غير قالها خصك تقول هذاك الكرسي الفارغ واش فيما كان خصوم ديال الوحده الترابيه احنا نغيبوا ما نحضروش باش يديروا اللي بغاو حتى الاتحاد الافريقي دخلنا ليه احنا غادي نقاوموا كرسي الفارغ اينما كان في اي منظمه وغادي نكونوا حاضرين وغادي ندافعوا عن البلاد وغادي ندافعوا عن الوطن والا غادي نولي يمكن نرجعوا للور حنا دابا مشينا لقدام مابقاش يمكن نرجعوا للور صافي انتهى وملزم علينا ملزمين دابا منظمه الاتحاد الافريقي كلها اللي تابعه للاتحاد الافريقي غيدخل ليها المغرب فهمتيني يعني خصنا ندافعوا على الحق ديالنا هذه استراتيجيه دابا بدات مع اسم وان كان الحضور في هذا المخيم الشباب الاشتراكي انا غادي نشوف شنو هو السميه ديالو على الاخرين هو تقليديه دائما كنا كنحضروا فيه ماشي هذه اول مره